عبر الحراس زعيم النسناس بخروج المسجون بدر التمام من السجن فغضب. معه حق، الأمر يثير الغضب والعجب. تعال بس، وفيما العجب؟ أميرة النسناس كدبوا بالموت ثم تطلق سراحه، فأمر زعيم النسناس بإحضار البلطة والحجر. لكن هل يعقل أن بعض الناس يأكلون غيرهم من الناس؟ يا مولاي، قهر الأقوياء للضعفاء أشد من أكل البشر للبشر. صدقت يا شهرزاد، لكن هل سيقتله ويقتل ضوء المكان؟ تدخلت أميرة النسناس لتشفع لبدر التمام، وطبعا غلبت عليها الغيرة وتركت ضوء المكان ليقتلها زعيم الجزيرة. العجيب أنها أنقذتها. كيف؟ هذا ما سنراه الآن يا يار. البلطة والحجر وقتال البشر لمين يا والدي؟ للبحار الإنسان، هو والصبية اللي معاه فين؟ راحوا فين؟ قربان إيه يا والدي وصبية إيه؟ البحار المحبوس فقفص ومحبوس جوه القفص وحواليه الحرس، ولا عندي صبية غير العصفورة دي. بتكدبوا عليا وعلى بنتي وتقلقوني من راحتي ونومتي. مولاي ملك الجزيرة، أنا شفت باب القفص مفتوح. على كلمة، مين اللي فتحه؟ الحارس، الحارس ده هو. يبقى تذبحوه بعد ما تسلخوه، ونيف ني تاكلوه، والقربان بالسلاسل تسلسلوه، والليلاد في البحر هنحدفوه. مولاي والدي، اعذريني يا بنتي، الحرس كلهم خدعوني ولازم اعاقبهم كلهم. ابدا، ده انت لازم تكافئهم. اكافئهم على اتهامك بالخيانه؟ ابدا، على الاخلاص والامانه. امانه؟ يمكن واحد من الحرس دور في القفص لقى المحبوس نايم على نفسه متكوم ومقطوع نفسه، قام يتهيأ له ان المسجون هرب من قفصه. هرب من قفصه، ولما يهرب من القفص يدخل عندك ومعاه صبية؟ يمكن شافني بكلم روح من الأرواح أو شبح من الأشباح، اتهيأ له أنه بيكلمني وبكلمه، وأن المسجون المحبوس دخل غرفتي وأنا نعسانة وكان مع صبية تفاحة دبلانة. تفاحة دبلانة؟ مالك يا بنتي، انت الليله دي تعبانه؟ تعبانه خالص يا والدي. من ايه يا بنتي؟ عاوز اعرف اسراره. ما هو القربان قدامك، اسحريه وخليه يقول لك على السر اللي جواه. ما انت شفته يا والدي، ده انسان مكار لا يقدر عليه سحر ولا سحار. حتى انت يا بنتي؟ لا، انا اقدر اسحره غصب عنه ويبوح باسراره، بس انا عايزاه يبوح باللي في قلبه وعقله باختياره. ازاي هيبوح باختياره وهو لئيم ومكار، واخر النهار هنرميه لحارس البحار؟ ما ينفعش الليلاد يا والدي. وليه ما ينفعش؟ أنا طلعت البحر وكان معايا رعد البحار، والبحر كان غضبان. بيطلب القربان؟ كان غضبان ورجع هادي. ورأيك إيه يا بنت الإيه؟ رأيي نخرجه من القفص. إيه؟ بتقول إيه؟ وحواليه الحرس، نفرجه الجزيرة وخيرات الجزيرة وصبايا الجزيرة، يمكن يشوف واحدة تعجبه يتمنى يتجوزها. آه،
سكان جزيرة النسناس نناسب واحد من الناس اللي نهبوا بلادنا وقتلوا وأسروا أجدادنا؟ جرى لك إيه يا أميرة؟ صبرك عليا يا والدتي واسمعي تدابيري وخطتي. صبرك عليها واصبري واسمعيها. أسمع إيه يا ملك الجزيرة؟ إحنا نكشف أسرار الجزيرة لواحد من وحوش الشمال اللي أجدادنا شافوا منهم الأهوال؟ ما يمكن زي ما والدي بيقول القربان جاي وحده ومراكب ومراكب جاية بعده. أنا رأيي كده، لو إحنا قربناه مننا وطمعناه يعيش عندنا. يعيش عندنا؟ ده أنا كنت أول أنياب ومخالب تاكله لحد ما يبوح بالأسرار ونرمي القربان على صخرة الموت وحارس البحار والإردان. إيه رأيك يا والدي؟ أنا موافق بس بشرط لازم يتسلسل في سلسلة وفي رقبته جرس والسلسلة في إيد الحرس وأنا وأعواني الأرواح والأشباح قبل الحرس ولما موج الغضب بيطلب القربان هحدفه لصخرة الموت والهلاك والدمار. أول اختبار لقلبك وعقلك يا جناح الصبار يا كذاب يا بسباس، يا ترى قلبك هيفضل مع خد التفاح في كسرة الصبار ولا هيعشق أميرة البحار؟ ولا عقلك هيفضل الطير الأخضر لا يطير بسحر أميرة البحار؟ ثلاث شهور يا بدر التمام، لا حس ولا خبر، ويلي بالسفر ومرارة السفر، لا القلب يهدى ولا العين تنام. وفي يوم مهرجان الماس ينزل الجزيرة وفود وضيوف، ملوك وأشباه ملوك وأمرة وأشباه أمرة، تسمع في كلامهم التهاني وتشوف في عيونهم الطمع والأماني. بصراحة والصراحة راحة، جزيرة كلها كنوز من الماس، بتبقى مطمع لكل الناس ملوك وصعاليك. والطمع بيخلق ألف سبب وسبب وألف حجة للوصول والاستيلاء على الجزيرة. أولى حجة النسب. الحقيقة نسب عز الطلب، حتى لو مفيش جواهر ولا ماس انت أغلى وأحلى وأجمل. سيبها تكمل. أمرك يا مولاتي، كملي. كل ملوك الجزر في كل المواسم يبعتوا يخطبوني، يا يحضروا يشوفوني، اللي يخطبني النفس واللي يخطبني الابن من غير ما يشوفوني ولا يعرفوا ولا أشوفهم ولا أعرف. مناجم الماس تخلي العروسة غزال حتى لو كانت نسناس. القصر كل يوم خطاب وعرسان، وكل يوم أرفض الخطاب والعرسان، وفي يوم مهرجان الماس. يا ترى الأميرة هتوافق على مين من العرسان؟ يا مولاتي الملكة على الأمير فيروز شان ابني، طبعا من صغرها بيحبها. والأهم يا مولاتي الملكة
هو في قلبها؟ طبعا من صغرها وهو في قلبها وهي في قلبه. إن كان على قلبها كل الجزيرة وأهلها، صغير ولا كبير، فقير ولا أمير، في قلبها. كان لزومه إيه بس المهرجان السنة دي يا مولاتي؟ لزومه إيه؟ تقصدي إيه؟ قصدي يعني إن العروسة مولاتي الأميرة ضوق المكان كل سنة في المهرجان بترفض كل العرسان. يمكن السنة دي يعجبها عريس من العرسان غير ابني الأمير فيروز شان؟ ما هو قدامها من زمان، لو كان عاجبها كانت وافقت عليه. يعني الأمير خطبها وهي مش عاجبها؟ أكيد. أنت إزاي متأكدة؟ هي قالت لك كده؟ أنا في الحقيقة سمعت إنها مالكم ومال الأميرة وعرسان الأميرة. هي فين الأميرة يا مولاتي؟ أصلها وحشتني قوي، عروسة ابني. عروسة ابنك من غير ما يخطبها؟ مش لو كانت عاجباه وهو عاجبها. بنت الكهرمان عينها على الأمير فيروز شان. مستحيل مستحيل الأميرة تتجوز من خارج الجزيرة، تبقى كارثة وبلوى، وسنة والتانية هتورث المناجم والثروة وتبقى ملكها هي وجوزها وولاده منها. حاولت أقنع الملك ألماظ يجوز بنته لابن أخوه فيروز شان، يقول لي قال إيه؟ الجواز اختيار والأميرة هي اللي تختار. الملك ده بيلعب بالنار وهيضيع الجزيرة وسكانها وثروتها. الغيرة والحماس اللي عندك دول يا حسحاس يا صاحبي مش موجودين عند كتير من أهل الجزيرة، مع إنك يعني مش من أهلها. مش من أهلها؟ ده أنا بقالي سنين عايش هنا واتجوزت من هنا وبقيت أهلي وناسي، ولا بتشك في إخلاصي؟ لا لا لا، ما تقولش كده حسحاس يا صاحبي، ما تقولش كده. ده انت تشكر انك نبهتني. انا بس بستغرب. وايه وجه الاستغراب؟ ازاي اللي انا وانت فكرنا فيه الملك الماظ ما فكرش فيه؟ الملك الماظ راجل طيب وانتم كلكم ناس طيبين، ما لفتوش وشفتوا وسمعتوا اللي انا شفته. انا لفيت البحار والبلاد والجزر وسمعت وشفت، خصوصا عن جزيرة الماس. وسمعت ايه عننا يا صاحبي؟ الطمع كتير يا صاحبي في جزيرة الماس، من جزر وائل وائل لحد بلاد اليانكان. بلاد اليانكان؟ وبلاد اليانكان دي فين؟ بلاد اليانكان فين؟ بعدين بعدين يا صاحبي يا حكيم الجزيرة. على رأيك. طيب نشوف المهرجان هينتهي على ايه، وبعد كده بقى نفكر هنعمل ايه. انا هرتب واقفل الدكان وحصلك يا صاحبي يا حكيم الزمان. العجوز الحكيم احتارت حكمته وعجزت فطنته مع النحاس حسحاس الليم. يا ترى وراك ايه يا حسحاس؟ من بدر التمام عن ابنة عمي التي تحبه وتكره أمه، فبدأت تحكي عن الأمراء والملوك
في كل مهرجان للماس خطاب وعرسان بهيئة طواويس وديوك. يوه، ما لنا الآن وسيرة الديوك؟ لأنه بيجي على السيره